نروح لفقرتنا الميدانية وخبرنا القادم عن الذكاء الاصطناعي. هذه التكنولوجيا الجديدة اللي ازدادت شعبيتها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ولها العديد من الفوائد في مختلف المجالات مثل الطب والهندسة حتى الفنون. لها العديد من الفوائد في كثير من المجالات، صحيح. ولها العديد من السلبيات حسب حسب استخدامنا لهذه الذكاء الاصطناعي. انا شفت خلال الفترة اللي فاتت شيء ما ينشاف صراحة. اليوم في دولة الكويت يقام مؤتمر قمة الذكاء الاصطناعي للقياديين في القطاع الحكومي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية لإلقاء الضوء أكثر على هذا المجال اللي بدأ يسيطر على حديث العالم. طبعا المزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر ينضم إلينا الزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت المتواجد في مقر المؤتمر. صبحك الله بالخير نواف، ويا ريت تكلمنا عن تفاصيل مؤتمر قمة الذكاء الاصطناعي. صباح الخير نجيب، صباح الخير مها، صباح الخير كل من يشاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت نجيب، نحن الآن على دقائق وبدء قمة ومؤتمر الذكاء الاصطناعي للقياديين في القطاع الحكومي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. مثل ما تفضلت نجيب، يعني الذكاء الاصطناعي وهذه الطفرة التكنولوجية حقيقة التي تنقلنا من الخيال إلى الواقع، ولكن حتى نعطي صورة أقرب حول هذه القمة وأهدافها يسعدنا يكون معنا الآن الدكتور عمار الحسيني مدير عام الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات بالتكليف. دكتور عمار صباح الخير، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة، وما نبي نطيل عليك لأن المؤتمر راح يبدأ إن شاء الله. أهداف هذه القمة وما تحمله حقيقة من محاور تفيد البلد. طبعا اليوم نقيم قمة ذكاء اصطناعي بعنوان من الخيال إلى الواقع بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ولا شك أن موضوع ذكاء اصطناعي في الآونة الأخيرة أخذ بعد كبير. موضوع ذكاء اصطناعي مو شيء جديد، بس التطور السريع جدا والكبير اللي صار فيه هذه التقنيات وضحت للناس أن إمكانيات الهائلة اللي ممكن تقدمها تقنيات ذكاء اصطناعي لجميع قطاعات الأعمال والجميع، وكل الدراسات تؤكد الحين أن العقد القادم راح يكون بلا شك أن أكبر موضوع فيه أثر على طريقة أداء الأعمال ويأثر على الاقتصاد هي تقنيات الذكاء الاصطناعي. في القطاع الحكومي احنا لابد أن نكون مستعدين لتبني مثل هذه التقنيات. جزء من تبني التقنيات أن نكون مستعدين في نشر الثقافة، فهم التقنيات هذه، واستكشاف مجالات تطبيق مثل هذه التقنيات. اليوم تأتي القمة لتحقيق هذا الهدف. يشاركنا اليوم أكثر من 100 قيادي حكومي بالإضافة إلى قياديين من القطاع الخاص، يتحدث خبراء من شركة مايكروسوفت، لذلك متحدثين من القطاع الحكومي، ونتمنى إن شاء الله أن القمة تؤدي الثمار المطلوب منها إن شاء الله. دكتور عمار كل الشكر لك ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا نجيب. يمكن سمعنا للدكتور عمار الحسيني مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف حول هذه القمة التي سوف تبدأ خلال دقائق وما تحمله من محاور حقيقة من الواقع إلى الخيال، من الخيال إلى الواقع عفوا، هو شعار هذه القمة أو هذا المؤتمر التي سوف تحمل حقيقة العديد من المحاور التي سوف يكون من الهدف أو الهدف الأسمى من هذه القمة هو بأن تكون دولة الكويت هي مركزا للذكاء الاصطناعي. كل ما يتحمل ما يحمله هذا المؤتمر إن شاء الله، كل ما يعني يتم مناقشته من الخبراء الموجودين الآن سوف نوافيكم فيه في التقرير الخاص في النشرة الاقتصادية في الساعة الثالثة. نعم، زميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.